سرطان البروستات أعراضه وطرق الوقاية والعلاج لهذا الداء كانت محور أيام تحسيسية نظمها التلفزيون الجزائري والتي انطلقت فعالياتها بولاية الجلفة بمشاركة مختصين وفاعلين في هذا الميدان. إن الإحصائيات الوطنية تشير أن هناك ارتفاع عديد حالات سرطان، إذ أن هذه الوضعية توليها السلطات العليا للبلاد ولا سيما وزارة الصحة أهمية قصوى للكشف المبكر والعمل على سهولة الحصول على العلاج. وقفنا على المعدات الجد متطورة في هذا المركز. اليوم الدولة الجزائرية أصبحت تسخر جميع الوسائل في إطار توفير الكشوفات المجانية للمواطنين في جميع ربوع الوطن. الحمد لله، الحمد لله. زيادة فينا هذه راه مشي صحية، الله يبارك، زيادة في الأمة قاعدين هذا. هذه اللي موال في روح للجزائر راه يقرب هنا، انا رحت لبليدة وجزائر بها ندير حسابي، كي تروح هنا قريب عند بلادي خير هنا عند داري. الله شيموثيرابي رانا نديرو فيها. والفرام ربي يحفظهم قائمين معنا، كثر خيرهم كثر خيرهم، ربي يحفظهم ان شاء الله. تقديم جلسات فحص طبي موجهة للرجال بالإضافة إلى التحسيس والتوعية وتقديم نصائح عملية للحفاظ على نمط حياة صحي، وكذا كسر حاجز الصمت على سرطان البروستات. كوجوه إعلامية كصحفيين في التلفزيون الجزائري أردنا أن تكون لنا بصمة أخرى من خلال نزولنا للميدان، من خلال نزولنا إلى المناطق الداخلية في أرض الوطن لأبعد الحدود لأبعد نقطة باش نقدموا هذه الحملات التوعوية. هذا اليوم خصص فقط لمرض سرطان البروستات، نتكفل بهم بنسبة 100% فيما يخص الأدوية، العلاج والتنقلات لجميع أمراض السرطان. فتعزيز جهود التوعية على المستوى الوطني وضرورة دعم مثل هكذا مبادرات لتحسين الوضع الصحي، والهدف هو تحقيق الوقاية من هذا المرض الذي يمكن التعامل معه بنجاح في حال اكتشافه مبكراً.